حقيقة هذا هو الغيث على أهلنا في نينوى لنينوى والحق الكبير علينا لخدمتها. بعد مباشرتي في شركة نفط الشمال تم التوجه إلى وزارتي وزارة النفط العراقية من خلال سيد وكيل وزارة شؤون الاستخراج، وتم استحصال الموافقة للبدء بهذه الحملة لرفع أنقاض نينوى. تم دعمها ببعض المعدات من شركة نفط الشمال، وسيتم التحرك بشكل أسرع وأكبر لإنجاز المهمة بالفترة القياسية القادمة خلال أشهر قليلة قادمة. وأيضا لدينا الكثير من الاستكشافات النفطية، فرص الاستثمارات والاستكشافات النفطية في نينوى. لدينا حاليا مشروع لإنشاء مصفى كبير في منطقة القيارة ضمن نينوى، وأيضا الشركة الأنغولية المستثمرة مستمرة في عملها، والإنتاج تجاوز 50,000 برميل في نينوى. خلال السنتين القادمة ستتحول نينوى حتما إلى محافظة منتجة بإنتاج أكثر من 100,000 برميل، وهذه ستمتص الكثير من فرص العمل أو البطالة اللي موجودة في نينوى، وتخلق فرص العمل لكل نينوى. لدينا مشروع استثماري في منطقة بادوش لتطوير حقول علان في المنطقة من الحقول الكبيرة في وزارة النفط العراقية، وأيضا حقل ساسان في ناحية العياضية باتجاه قضاة الأعفر، وأيضا بدأ العمل في مثل ما قلنا قبل قليل لتطوير حقل القيارة والنجمة من قبل الشركة المستثمرة الأنغولية، وأيضا لدينا حقل قصب وجوان ضمن نفس الناحية. حاليا ستباشر خلال الأيام القليلة القادمة شركة الاستكشافات النفطية على رأس أستاذنا الكبير الأستاذ نشوان مدير عام الشركة، المتوجه بكل قوته في مجال هذا الاستكشافات والاستثمار في نينوى. تم وضع خطة عمل من أجل القيام برفع الأنقاض ابتداء من قطاع الربيع في أيمن الموصل، وعند وصول الآليات التي سيتم تأجيرها من قبل نفط الشمال سيتبدأ في مراحل أخرى من رفع الأنقاض داخل مدينة الموصل. إضافة لذلك تم مناقشة موضوع المنافع الاجتماعية من الشركة الأنغولية الموجودة في القيارة والمتضمنة تخصيص مبلغ 6 مليارات لبلدية الموصل و6 مليارات لبلدية نينوى. هذه المشاريع التي ستكون مشاريع منافع اجتماعية من المناطق التي تأذت بوجود الشركة الأنغولية، ستكون هناك مشاريع من إعادة البنى التحتية في مدينة الموصل، وكذلك مناطق جنوب الموصل حمام العليل والشارة وناحية القيارة. إضافة تم مناقشة موضوع الفرقة الزلزالية الموجودة في محافظة نينوى، منها الفرقة الزلزالية الموجودة في عين الجحش هذه الفرقة الأولى، وكذلك هناك فرقتين وأحدهما في منطقة بادوش والثانية في منطقة العياضية. هذه الفرق الزلزالية ستقوم باستكشافات نفطية للآبار الموجودة في محافظة نينوى، التي من شأنها توفير فرص عمل، وكذلك حتى تكون محافظة نينوى من المحافظات النفطية التي من شأنها دعم عملية الاقتصاد في المحافظة. إضافة إلى ذلك تم مناقشة آلية العمل في البلدية والبلديات، وكذلك دور السادة النواب بمتابعة أعمال الدوائر في مختلف القطاعات، خاصة بعد حل محافظة مجلس محافظة نينوى، والآن يقوم الدور الرقابي والإشرافي من قبل أعضاء البرلمان الذين بصراحة هم كلهم متعاونين في كل القطاعات. إن شاء الله لهذه الورشة دور إيجابي في عملية رفع الأنقاض وتنظيف مدينة الموصل من الأنقاض المتجمعة نتيجة ما دمره عصابات داعش الإرهابية أو الحرب التي تخللت أثناء عملية التحرير. إن شاء الله سيتم المباشرة بالخطوة الأولى ابتداء من يوم غد في قطاع الربيع، وإن شاء الله عند وصول الآليات ستكون هناك جولات كثيرة في داخل مدينة الموصل. بمبادرة من وزارة النفط مشكورة وهيئة رئاسة مجلس النواب، بالتعاون مع هيئة رئاسة مجلس النواب ولجنة الطاقة وشركة نفط الشمال، تم تكليفنا نحن كنائبات عن محافظة نينوى انتصار الجبوري والسيدة محاسن حمدون والسيدة بسمة بسيم بالإشراف على عملية رفع أنقاض تتكلف بها شركة نفط الشمال. وصل الآن شفر وحفارة وقلابين،
الأسبوع القادم نهاية هذا الأسبوع سيتم إكمال العدد تقريبا 9 قلابات و3 شفرات وحفارتين ستصل إلى محافظة نينوى، إضافة إلى مبلغ أكيد سيقول المواطن إن هذه الآليات لا تكفي لرفع الأنقاض الكبيرة في محافظة نينوى، سيكون هناك مبلغ شهريا 250 مليون دينار لإيجار آليات جديدة تضاعف عمل الآليات المرسلة إلينا، سيكون هناك عمل لمدة 6 أشهر ونتمنى أن يكون التنسيق كامل بين اللجنتين، نتمنى على كل وزارات العراق والوزارات المحلية وحتى محافظات لو كل وزارة أرسلت آليتين أو 3 إلى محافظة نينوى وكل محافظات العراق أرسلوا آليتين إلى 3 سيكون جهد جبار لرفع الأنقاض وحتى إعادة الإعمار. تم مناقشة مشروع رفع الأنقاض من مدينة الموصل بدعم من نفط الشمال وبدعم من اللجنة، وتم مناقشة أيضا دعم بلدية الموصل بمشاريع بحدود 6 مليار من قبل الشركة الأنغولية، تم وضع خطة لعملية رفع الأنقاض حسب الآليات التي تبرع بها نفط الشمال، وإن شاء الله غدا نباشر بهذه الخطة في أيمن مدينة الموصل، وستستمر هذه الخطة في أكثر من منطقة من مدينة الموصل في المناطق التي تتراكم فيها الأنقاض. إن شاء الله يعني لمسنا دعم كبير لبلدية الموصل من اللجنة المكلفة ومن السيد مدير نفط الشمال إن شاء الله، وكذلك السيد عبد القادر الدخيل مدير بلديات نينوى، وعدونا أن يتم تجديد هذه الدعم وتجديد الآليات وتجديد حتى المبالغ المخصصة لمدينة الموصل. نعم، احنا عندنا 9 قطاعات، كل قطاع مؤشر لديه مواقع لرفع الانقاض، سنعمل في كل قطاع على حدة، وكل ما تأتينا آليات اكثر ويأتينا دعم اكثر نفتح موقع جديد بالقطاعات الاخرى.